وعلى هامش مهرجان الأقصر أقيمت ندوة من الندوات المهمة، وهي ندوة تكريم السينما المغربية، ويضيف شرف المهرجان وحضرها الفنان المغربي الكبير محمد مفتاح. كاميرا الجولة الفنية حضرت الندوة، وقابلنا في البداية الناقد رامي عبد الرازق وكلمنا عنها. يمكن أهمية الندوة الخاصة بتكريم السينما المغربية إن كان فيها عدد كبير جدا من صناع السينما المغربية بشكل متنوع، بمعنى إن كان في مخرجين، كان في منتجين، كان في ناس من المركز السينمائي المغربي اللي هو بيقابل المركز القومي للسينما عندنا في مصر. وأتصور إن ده واحد من أكبر وفود السينما المغربية اللي ممكن تكون حضرت مهرجان في السنين الأخيرة يعني. ويمكن أهمية وجودهم إن كان في فرصة على إن الحوار يكون من طرفين، بمعنى إن كل الأسئلة اللي اتسألت أو كل الموضوعات اللي طرحت كان في تعقيب من صناع السينما المغربية بشكل مباشر عليها، ما كانش في حد بيجاوب بالإنابة، هم بيجاوبوا عن المشاكل والمعوقات وبيطرحوا وجهات نظرهم سواء في الإنتاج المشترك ما بينهم وبين السينما المصرية أو في مسألة عائق اللغة اللي هم تقريبا كانوا